لي فيه كما كتشوفوا اول حاجه بديت بيها هي انه درت هاد الزويته هادي اللي وليت دغنيامون كنديرها شعري بزاف صراحه باش غادي نقول لكم واش عطاتني شي نتيجه زوينه ولا لا ديال سوكا كوزميتيك ديجا بارطاجيت معكم الباك ديالها اي فوالا غادي نمشيو نضربوها يا اختي بشي تحميمه فعاله تاركه البنات هذا النهار الثاني البارح كنت مشيت ضربتها بواحد التحميمه يا اختي فعاله تاركه بقاش عندنا الدوش في الدار خاسر او ميم طون خصو يتصايب وفيه بزاف ديال الاشغال وداكشي دونك ما تحش ليا انني ندوش في الدار ومشيت للحمام نيت اصلا شحال هذه ما مشيت اختي ضربتها بواحد الغسله يا اختي نتمنى لكل وحده كتشوف فيا انا دابا لقيتوني كنت جالسه كنصور لكم واحد لي ريل في تيك توك وانستغرام بيان سور غادي نحط لكم دوك لي ريل حتى هنايا على قلت الله اكبر كبيره دابا لقيتوني راني ساليت داكشي كامل اللي كنت كنصور هذا هو الماكياج اللي درت فوالا صايبت شعري المهم اختي قديت الحاله وداكشي لبست واحد الكسيوه غنخلي لكم دوك لي ريل اللي صورت وكنت قلت لكم البنات باللي راه غادي نبارطاجي معكم لي تروك اللي يلاه جبت لكم في لاغيفا جديد دابا البنات غادي نمشي نتسخر غير جداتي بغاتني نمشي نتسخر ليها على حق الشتا واصلا ما نخليهاش تهبط هي تسخر دابا باش اكثر هي شكون اللي كيتسخر في الدار انا من غير جداتي عزيز عليها تهبط للسويقه بزاف وماما عاوتاني كتمشي تجيب ماكله للقطوط وداكشي راكم عارفين الاشغال ديال الدار كيتقسموا كل واحد فينا كيدير حاجه حيت دابا كاينه واحد الشتويه البنات تبارك الله ما شاء الله واحد الشتا كطيح تبارك الله خير من السماء اليوم كنت غادي نمشي ندير بزاف د الحوايج ما مشيتش درتهم على قبل اول حاجه الشتا باش ما تشدنيش ونفزك راكم عارفين البارح يلاه ضربتها بتحميمه اليوم شتا خفت لا نمشي نخرج ويضربني البرد البنات دابا غادي نبدل حوايجي وغادي نمشي ناكل وغادي نجي نصور لكم لا غيفاج اللي يلاه جبت لكم واحد الكوليكسيون يا البنات خطيره ولي بروموسيون زوينين حقاش هادشي دابا اللي غادي نبارطاجيه معكم راه ديجا حطيتو في لاباج ديال لي بيجو البنات اللي ما دايرينليش تما ابوني راه تما كنعطيكم بزاف ديال الابديت على هنايا يوتيوب وعلى اي حاجه دونك تما كنكون معكم اكتيف بزاف راكم عارفين الله يجعلني نكون غير جالسه كتجيني شي حاجه في بالي كنوض ندير ستوري كنبارطاجيها معكم ماشي بحال هنا في يوتيوب هنا يوتيوب كيكونوا بزاف ديال لي تروك يعني يلا كتنوضي كديري مونتاج كديري وكديري بلي اختي الماكياج كيجان ودرت هاد لوكولي هذا ميسيكا مع هاد لوكولي شوكر المهم دابا غادي نبارطاجي معكم داكشي كامل اللي جبت لكم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم داكشي اللي غادي نشارك معكم دابا شو البنات البارح ملي غسلت شعري ودابا صايبته عاتو خرجت لي واحد المصايبه زوينه خرج فيه واحد الفوليوم زوين صراحه وتا الحمام راكم عارفين ماشي بحال الدار الدار كتكوني كدوشي غير بالخف دغيا دغيا ماشي بحال الحمام كتمشي اختي كتكمدي عظيماتك ترخاي كترولاكساي دابا اختي من بعد ما ساليت اختي عمرت الكريشه وبدلت حوايجي باش نكون مرتاحه بارطاجي معكم هذاك الشيء اللي جبت ليكم اول حاجه البنات اللي ديداتهم صغار فوالا البنات كاين هاد الكلاش هذا البنات طاي صغيره كاينين منه 3 ديال لي موديل كاين اول واحد هو هذا اللي رقيق فوالا كيجي بسداد البنات اللي كيلبسوا طاي ستوندار ولا البنات اللي يديهم كبارين راه كاينه العبارات الكبار مي دابا هادو اللي غادي نوريكم هادو دابا اللي كنوريكم دابا ديسپونبل غير لا طاي صغيره فوالا كاينين عندنا 3 ديال لي موديل في الكلاش كاين هذا كاين هذا البنات الخدمه ديالو بحال اللي كاينه في الذهب وكاين هذا خلاص عندنا هاد لي موديل هادو البنات اللي كيكونوا بحال هكايا ديال الكلو كيجي حتى هو بسداده بيان سور هاد لي موديل كاملين اللي غادي نوريكم دابا كيجيو بسداده ديالهم في الجنب دونك بحال لي موديل اللي كاينين في الذهب وما كتشوفوا حتى هذا لي ديتاي ديالو فنيين صراحه كيحمقوا وعندنا هذا شحال هادي كنت جبتو ليكم في طاي ستوندار كانوا بزاف البنات كيبغيوه بشي طاي فوالا ها هو في بشي طاي عاوتاني اللي يديهم قد يد ضعيفه لا في لا باغ لا في لي براسلي راه كاينه لي طاي ديالكم كاين عندنا عاوتاني هاد الموديل هذا ديال الكارتشي هذا البنات كارتشي بحال اللي كاين في الذهب عندنا الكارتشي بحال اللي كيكون في لا ماتيير ديال لاسي وهذا الكارتشي في لا ماتيير ديال ليكسبي فوالا هذا صفر وكاين اللي احمر بالنسبه للبنات اللي باغيين داك الموديل الاخر راه كاين بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو بحال هذا الموديل هذا كيجي بسداده من الجنب حتى هو كاين هذا كيجي بلا باغ البنات راه في لاباج راه كاينين بزاف لي موديل يعني بحال ما دخلتوا لاباج شحال ما مزيان كيبان لكم داكشي بيان ديتايي ويبانوا لكم لي موديل يعني كما كنقولوا مزيان يعني بحال دابا هادشي كنبين انا في يوتيوب يعني كنوريكم غير هكا دغيا فيت في باش ما يجيكمش لا فيديو طويل البنات اللي يبغيو داكشي بيان ديتايي راه غتلقاوه في لاباج انستغرام فوالا البنات كاين حتى هذا الفان كليف هذا شوفوا البنات بالسداده كاين حتى هذا البنات ديال الميسيكا كيجي خطير في اللبسه اللي عاد دابا وريتكم ديال الفان كليف جاي كله ضاير هذا البنات كاين اللي جاي غير نص بحال هكا فوالا كما كتشوفوا وهادو كلهم بالسداده يعني كنجيب لكم شي حاجه كاليتي مزيانه وتا اللي يشوف يصحاب له ذهب يعني غيشوف ديك الشوفه ديال انه راه كيلبس الذهب اختي فوالا كما كتشوفوا
وعندنا عاوتاني هذا الموديل هذا. بالنسبه للبنات اللي يبغيو ثلاثه البراسليات، كاينين ثلاثه البراسليات البنات دايرين فيهم دي برومو فنه 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 كتحمق. كاين هذا الكوليه البنات عندنا ديال ميسيكا كما كتشوفوا، هذا البنات بحال اللي كاين في الذهب تماما تماما. انا درت لكم دابا الزوم بالكاميرا باش يبان لكم داكشي بيان ديطايي كما كتشوفوا. فوالا هذا البنات هذا اللي كوم شوكر، هذا راه كيهبط حتى لهنا كيولي كوليي وكيتزير الا بغيتو تردوه شوكر، يعني فيه جوج في واحد. عندنا اول واحد هو هذا الموديل هذا اللي كيجيب هذه الخريشات هادو في الفيغ. هذا البنات هذا الموديل جاي هكا حتى هو خريشات قفل وساروت، كيجيو زوينين في البيصه. هذا الكره هذه هنايا ها هي تبان لكم، هذه هي اللي كتزيروا منها وكيترخفوا كما كتشوفوا. نتوما بغيتوا تلصقوه مع نقكم كيتلصق، بغيتوا ترخفوه بحال هكا كيترخف اللي بغيتوا. البنات هذا الموديل هذا حتى هو ديال الفان كليف، كيجي زوين في البيصه، فيه عوينه كما كتشوفوا. هذا البنات حمقوني لديتاي ديالو، شوفوا ماما شحال زويون، هذا فيه عوينه الوسط وفيه خميصه. هذا راه حاطاه لكم في انستغرام باين مزيان كيفاش كيجي، كيجي زويون في البيصه. وهذا البنات جبنا منه كونتيتي قليله لحقاش في ستوك ما كاينش كاع. مهم انا كنت جبت لا غيفاج الاول في هادو اللي كيجيو هكا شوكر وتسالاو، ودابا عاوتاني جبت هادو. دونك البنات اللي غادي يبغيوهم ما عليكم الا تصيفطوا لينا ميساج في انستغرام. كاين هذا الموديل هذا فوالا كما كتشوفوا على شكل فنيتات بحال هكايا، كيجيو زوينين حتى هما. هاد الموديل هذا حتى هو كيجي زويون في البيصه، كيجي كيحمق. دابا البنات غادي نبارطاجي معكم الخواتم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكا لي موديل ديال المارياج وكيبغوهم في لي موديل اللي كيكونوا بحال يا اما ستيل ديامون يا اما ستيل بحال اللي كيكون هكا الذهب في الابيض اولا الذهب في الصفر. دونك فوالا كما كتشوفوا البنات عندنا هاد الموديل هذا، هاد البنات فيه جوج خواتم فوالا. هذا كل شيء حمق عليه في لاباج منين حطيتو لكم، كيجي زويون في البيصه فوالا كما كتشوفوا. عرفتوا البنات اللمعه ديالو خطيره خطيره خطيره. البنات اللي كيلبسوا طاي صغيره اللي كيلبسوا السبعه، راه كاين السبعه دوماج في السته ما كاينش، كاين في السبعه كاين في الثمانيه. فوالا البنات اللي بغيو هذا الموديل راه فوالا كاين في طاي صغيره. شوفوا البنات لي ديطاي ديالو شحال كيجي غزال خطير 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 كيحمق. هذا الكولي هذا الفراشه شوفوا لي لي ديطاي ديالو. البنات هادو هاد السنيسله تحلفوا عليهم ذهب، دابا اللي غادي نبارطاجي معكم فوالا. كاين عندنا حتى هذا الموديل هذا، هذا البنات تحلفوا عليه ذهب كيحمق. شوفوا لي اللمعه ديالو شحال خطيره في اللبسه، كيجي غزال في البيصه. فوالا البنات عندنا حتى هذا الموديل هذا، شوفوا كيفاش داير. هذا ستيل ديامون كيجي بحال هكا، فيه هاد العريشات هادو من الجناب كيجي غزال. عرفتوا هاد البنات، البنات اللي كيبغوا هكا لماماهم شي حاجه زوينه وما كيقدروش انهم ياخذوا لها الذهب، يعني كيكون بنادم يلاه كيقرا اولا يلاه كيخدم يلاه مقاتل على الزمان. الذهب دابا راكم عارفين غالي، وشحال من حاجه كتعجبكم في لي موديل الذهب، ولكن ما يمكنش اختي كل مره اشاك فوا يخرج شي موديل في الذهب سواء في كارتي اولا في تيفاني اولا في شرابي اولا في اي موديل غادي تمشي تشريه. يعني اللهم هذا الشيء هذا اللي كيكون في لا ماتيغ ديال لاسي ما كيتبدلوش لا كولا وما غيفرقوش ما بينو بين الذهب. فوالا بحال هكا الماما كادو اولا شي واحد كيجيك اولا ليك انت يا اختي تفرحي راسك بعدا قبل من اي حاجه. البنات غادي نبارطاجي معكم واحد لي بوكل كيجيو فنين. هاد لي بوكل دابا اللي غادي نبارطاجي معكم نحاول باش ما نذكرش لا مارك، لحقاش اون فوا كتذكروا لا مارك في شي فيديو يا اما لا فيديو ديالكم ما كيتشافش بزاف وكيتبانا من طرف ديك لا مارك. دونك دابا غادي نبارطاجي معكم. فوالا البنات عندنا اول موديل اللي هو هذا، هذا البنات كيجي زويون في البيصه، كيجي غزيول كتشوفوا كيجيو زويونين في البيصه. فوالا من اللور هما هادو كيجيو كيحمقوا في البيصه وكيجيو كلاس، وداك الفايب ديال كلينجر وهذا كيجيو فنين فوالا كما كتشوفوا خطيرين. هذا الموديل عاوتاني هو نفس لا مارك نفس كلشي، غير كل واحد وكيفاش داير لو ستيل ديالو. عندنا حتى هذا شوفوا لي البنات هادو شحال كيجيو كيحمقوا في اللبسه. شوفوا هادو وكاينين هادو، هادو البنات كيحمقوا. هادو انا عزلتهم لكم بالشهوه، هادو كاملين دابا اللي كنبارطاجي معكم عزلتهم لكم بذوقي، لحقاش كاينين شي وحدين صراحه ما زوينينش بزاف، يعني غير ديال غير غتشوفيهم وغادي دوزي غتسكيبيهم. اما انا هادو اللي جبت كلهم زوينين. الموديل هذا هذا كتجي فيه هاد اللعيبه هادي من التحت بحال هكا مدليه، وكاينين هادو اللي كيجيو سامبل. هاد الموديل هذا شحال كيجي زوين في اللبسه حتى هو، هادو حتى هما كيجيو زوينين. وكاينين هادو، هادو حتى هما كيجيو خطيرين. هادو هادو ديك النهار شفت واحد البنت مشات للماكازان نيت ديال هاد لا مارك وبحالهم بحالهم عرفتي بشحال دايرين، دايرين بزبل امال.
اللهم اختي هادو غادي تدي البديل ديالهم بحالهم، ما كاينش فرق نهائيا. شوفوا ليا هادو شحال صغيورين كيجيو زوينين حتى هما. يا بنت بالبنات اللي ما كيبغوش شي حاجه طخو شارجيت، هادو كيجيو فنين في البيصه، هادو حتى هما كيجيو زوينين. هادو حاولت نجبدهم لكم باش نوريكم، حيت هادو فيهم هاد اللعيبات بحال هكا مدليين، حتى هادو كيجيو زوينين بحال دابا اما في التقبه الاولى اولا في التقبه الثانيه، بجوج بهم كيجيو فنين فيما درتهم. هي هذيك اختي واحد الحاجه اللي انا براسي حمقاتني غادي نبارطاجي معاك. الحماق خلاتها سكينه غلامور الفرع د الفروعي، البنات اللي كانوا باغيين جاكوار يكون كيجيهم قد يديهم تماما. جبت لكم الجاكوار، جبت لكم بواحد لا كاليتي فنه. شوفوا ليا البنات الجاكوار كيفاش داير، لي زيو فيغ لارجونتي والدوري كما كتشوفوا. هاد الخواتم اللي زوين فيهم هما انهم كيجيو اجوستابل، فوالا كيتزيرو من هنا وكيترخفو. بغيتي لا باقي يجي قدك تزيريه ترخفيه كما بغيتي. فوالا اختي ها هو الموديل، كيحمق كيجي خطير في البيسه، كيجي غزال 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 غزال. براسي خليت ليا واحد في لارجونتي واحد في الصفر. نهار نكون باغا تيم ديال لارجونتي غندير لارجونتي، نهار نكون باغا الدوغي ندير الدوغي. عارفه هادو غادي يطيروا غادي يطيروا غادي يطيروا، خصوصا البنات اللي عزيز عليهم هكا هاد لي موديل. شو اللي في كارتي هو اللي عندي، البنات اللي كيشوفوا في بينتريست بزاف لي اكسسوار، داك اللي في كارتي هو اللي عندي ديال جاكوار. خلاص لا باك د كارتي لي براس لي غورميت وداكشي راه لي كولي كلشي عندي ديال كارتي. يعني اي حاجه غتبغيوها كالي بازيك راه كاينين في لاباج، اي حاجه كتبغيوها ولا كتشوفوها راها عندي. اي حاجه غادي تشوفوها عند شي واحد راه غتلقاوها عندي ضروري وضروري ومؤكد. الحاجه اللي ما لقيتوهاش عندنا راه كنجيبوها لكم سيغ كوموند، كنحاولوا اننا نوفر لكم اي حاجه نتوما باغيينها. السيرفيس اللي كندير انا معاكم ماشي بحال اللي كدير اي باج، لي باج الاخرين كيتعاملوا معاكم ككليان، لا انا كنتعامل معاكم بحال راه انا اللي غادي ناخذ. يعني ابار هادشي الربح، بيان سور الربح وداكشي راه ضروري، اي واحد كيبغي يربح ضروري كيبغي يطور من المشروع ديالو، ولكن انا كنتعامل معكم كتعامد الاخوه. لحقاش كاينين بنات كيجيو كياخذوا من عندي تقول لي رانيا انا راك تعجبيني وكيعجبني هادشي اللي كديري وجيت نشجعك، يعني غير هادشي راه يكفي انني خليني نتعامل معكم تعامل طوب. البنات اللي جاوا لقاو شحال من حاجه عندي تسالات، لحقاش انا اللي كيتسالى اللي ما كنعاودش نبغي نجيبو. تترغبني عليها تقول لي عافاك راه بغيتها لقيتها في شي باج غاليه ولا لقيتها عند شي وحده غاليه بغيت ناخذها من عندك. حاول انني نوفرها ليها، وخا الصراحه كيكونوا راكم عارفين الشيبين وكيكون شحال من حاجه، يعني فعوض ما غادي تجيبي واحد لي زارتيكل هكا سيغ كوموند تعذبي وتمشي تقلبي على واحد لارتيكل عند الفورنيسور ضروري كتعذبي شويه، ولكن انا كنحاول انني نرضي الكليان. حاجه بغاها الله يجعلو يكون واحد خاتم ب 40 درهم ضروري نوفرو له، لحقاش كاين الناس اللي كتقول لا انا ما نربحش. يعني شنو انا رابحه في خاتم ب 40 درهم اولا خاتم ب 60 ولا 70 درهم؟ ما رابحه والو، لحقاش داك باج راه كيوصلوا لي زارتيكل راه اثمنه خياليه الصدمه. كنحاول انني نجيب لكم واحد الحاجه بميني بري وفي نفس الوقت غادي تكونوا نتوما ساتيسفيت. ولا البنات في هاد لا غورميت هادي هانت اختي ها هو راه لاسي كما كتشوفي، هذا غورميت معاه لو كولي ديالو كما كتشوفي ها هو لو كولي ديالو، ومعاه هاد لي بوكل هادو حتى هما ديالو كيجيو خطيرين في البيسه البنات. لا باج هاد لونسومبل البنات كيجي زويون في البيسه فوالا كما كتشوفوا. هادي هي لا باج ديالو كتجي غزال 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 في اللبسه. هذا اونسومبل 4 بياس كما وريتكم، معاه لي بوكل معاه لو كولي معاه لا غورميت ولا باغ، فيه ربعه ديال لي زارتيكل. البنات كنت شفت بزاف ديال البنات كيديروهم في تيك توك وفي انستغرام وحتى في بينتريست. المهم حنا اي موديل كنشوفوه في بينتريست كنحاولو نجيبوه. زارتيكل كتشوفيه كتبغيه تنتيا تجيبيه. فوالا البنات جبت ليكم هادو كيجيو زويونين حليل اللون في اللبيسه، فوالا كيجيو غزالين غزالين تلبسيهم هادو كل نهار ما كيتبدلهمش لا كولور نهائيا. واتم هادو شوفوا البنات كيفاش كيجيو، كيجيو زويونين في البيصه. هادو البنات لا طاي 7 فوالا، البنات اللي كيلبسوا لا طاي 6 و7 ها هما اختي طاي 6 و7 كيجيو غزالين في البيصه تحلفوا عليهم ذهب يا اختي. اش كاينين حتى هاد الخواتم كيجيو زوينين حتى هما في اللبسه كيجيو كيحمقوا. شوفوا ليا البنات لي ديتاي البنات حلفوا عليهم ذهب، حتى هما راه كاينين في لي موديل ديال الذهب كيجيو خطيرين 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 في اليد. فوالا فوالا البنات هادشي هذا هو اللي كان. كنتمنى انني نكون ما طولتش عليكم، ما تكونوش مليتو من لا فيديو. انا كيعجبني انني نبارطاجي معكم اي حاجه في حياتي صغيره ولا الكبيره. نشكركم بزاف لحقاش وصلتوا حتى لهنا ومازالين كتفرجوا فيا، كنحمق عليكم وكنموت عليكم. والله يسهل عليكم في هاد الشعبان هذا، واي حاجه كتمناوها في خاطركم تحقق ليكم، سواء قرايه اولا نجاح اولا شي وحده باغا تجمع مع الحبيب ديال القلب ديالها اولا شي وحده عندها اي مشكل، يا ربي تحلوا ليها ويا ربي تسهل عليكم. كاملين 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 كنبغيكم، كنبغي ديما نشوفكم الفوق 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 الفوق. كنبغيكم الله ينجحكم ولا يعطيكم اي حاجه كتمناوها. اللي باغا خدمه الله يسهل عليها بالخدمه، اللي باغا اي حاجه زوينه الله يعطيها لها من الاخر. تهلاو فراسكم
وبغيو راسكم، وراسكم هي الاولى اختي. ما تفكري لي في شي حاجه، ما يفقسك حتى شي واحد، ما تخليش الحياه اولا الناس يضغطوا عليك بزاف. بغي راسك، فكر في راسك هو الاول، عاد كيجيو الناس الاخرين. انا عارفه اختي حنا كنبقاو نساو راسنا، وكنبقاو نفكروا في الناس اللي معانا وفي الناس اللي كنبغيو والناس صحابنا وداك الشيء، ولكن اختي راسك هو الاول. نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم نفسك، عاد الناس الاخرين. بغي راسك، اي حاجه كتبغيها خديها لراسك، ما تبقايش اختي تمكشي على راسك. انا عارفه حنا كنخسروا على راسنا بزاف، ولكن ماشي مشكل. النفس ديما كتميل المزيد وكتميل العطاء وكتميل بزاف الحوايج. حنايا كنملوا ككوننا بشر، ولكن اختي ماشي مشكل، خسري على راسك. في هاد اللحظه هذا راه ضروري البنات كتعيشي واحد اللحظه، ولكن راه هادشي ما كيبقاش ديما. راه ملي كتوصلي لواحد اللاج كلشي كيتبدل فيك، الافكار كتولي كتبغي مستقبل كيكون عندك مزيان. اما في هاد اللحظه ضروري بنادم كيخسر على راسو وكيدير بزاف الحوايج. هادشي اللي عطى الله. كنبغيكم، كنموت عليكم وتنحبكم. غادي نبان لكم مكبطه. عتو واحد البرد برايا البنات، البرد 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 بزاف. شوف هاد الشان هذا، عاتو طيح لي عنقي. وحق الله انا كنهضر بيه ما قديتش نبقى دايره باش تعرفوا. في غاده انا لقيتوني دابا غاديه مع ماما الجوطيه، واحد الجوطيه غير حدانا هنايا حدا الدار، هي في السويقه وداك الشيء. كاينين تما دوك المحلات ديال اللي كيكونوا حلين ديال الملابس المستعمله ولا الجوطيه. المهم كاين اللي ما كيعرفش شنو هي الجوطيه، هي الملابس المستعمله. شوف لقيتوني قبيله درت لي بيرسينغ ديالي، لحقتي كتحيدتهم من ودني. انا ربيتهم ورديت حتى هنايا، عرفتي توحشتهم توحشتهم. البارح طلع لي واحد الفيديو في تيك توك ديال واحد البنت كتبيع حتى هي لي زاكسيسوار، غير هي ما كايناش في المغرب، كاينه برا. هي امريكانيه وعندها بحال هادو دايراهم وداكشي، وانا نتشهاهم. قلت ناري خصني انا ندير هادوك دياولي بشحال هادي وانا محيداهم. انا دابا لقيتوني لبست حوايجي، لبست هاد الجاكيطه، لبست تحت منها تريكو هذا الكحل طويل شويه لحقش الكولون، القوم اللي لابسه الكورونا دوك المبطنين، وكيديروا لي دوك الفرقه، عرفتي دوك اللي كيجيو بحال لايبه، بحال دوك الفرقات اللي كيكونوا القدام وكيكونوا اللور ديال لايبه بحال هكاك فيه. دونك ضروري خصني نلبس معاه تريكو طويل، وها انا لابسه معاه دابا تريكو في رجلي. لبست لي اوغ، درت معاه هاد التقاشر في الكري، وصافي زدت هاد الشان ديالي. كاين البرد بزاف، خرجت دابا للبالكون حتى ضربني البرد العنقي سمكني. باقي غادي نخلي الشان غير بحال هكا، لحقاش ملي لويت وجاني ثقيل، وانا ما كنقدرش على شي حاجه هكا ثقيله في عنقي. صافي تسنيني انا هابطه دابا، صافي دابا ها انا هابطه وصافي. هادشي اللي عطى الله. نمشيو دابا الجوطيه نقلبوا اختي، واحسن حاجه عندي هي نمشي الجوطيه انا وماما. نبداو نقلبوا نقلبوا، مسكينه من البارح والبارح وهي كتقول لي يلاه نمشيو. انا هبط انا وياك، انا نتسناك حدا الباب. يلا سير هبطي. ايوا من فوق شويه كتقول لي نمشيو نمشيو نمشيو. صافي اليوم قلت لها واخا كاينه الشتا وداكشي دابا شويه تبدل الجو الشميشه، قلت لها يلاه نمشيو دابا. صافي اختي يلاه نمشيو يلاه نمشيو يلاه نمشيو للجوطيه. ما عرفتش علاش واخا جديد كنمشي كناخذ منه كل شيء وكنكون فرحانه، ولكن الجوطيه واحد الاحساس اخر عاوتاني. عرفتي شنو واش تمشي للجوطيه وتلقاي الحوايج اللي انت باغيه وتلقاي الهموز وداك الشيء اختي ب 10 درهم ب 20 درهم ب 30 درهم تفعي، وما غادي نمشي انا نشري بياسه دايره ب 1500 درهم ب 1000 درهم ب 500 درهم. غنمشي نخدم الجوطيه واعره وما لابسه حتى شي واحد، ولابسها غير انا باش كلشي يقول لي منين نقول له الجوطيه يتصدم يقول لي كيفاش الجوطيه كيفاش كيفاش دابا انت دابا نمشي زعما شاريه هادشي بالجوطيه. كنبغيكم بزاف اختي، كنحماق عليكم، كنحبكم انايا كنحبكم انايا البنات. شوفوا شنو لقينا، الصاك ديال لونكشامب غير هو حالته حاله، ما فيه ما فيه ما يتلبق. شوفوا فيه واحد التقطيعه بعدا من هنا ها هي، وما فيهش ما فيهش هاد اللعيبه اللي كتكون هنايا، ومن هنايا مقشر. البنات اللي يبغيو بحالو هو جديد راه عندي في لاباج. هذا زوين، هذا مشرق تقريبا بحال هذا. لا زوين ما بيش هذا دوري اختي. لقيت واحد الهميزات فنين كيحمقوا الاثمنه زوينه، ان شاء الله غادي نبارطاجيهم معاكم. وقولوا لي اختي كيفاش غادي يجيوكم، غادي تصدموا من داكشي اللي شريت. بحال هذه ما جيت درت لا مارش، دابا بقيت جالسه في الدار. البارح كنت غادي نمشي انا واختي لاصال، وقلت اليوم غنخرج ندير لا مارش. صافي قررت، تقريبا ضربت واحد 20 دقيقه على رجلي. جيت حتى لواحد البلاصه بعيده على دارنا بزاف، هنا فين كيديروا اكثر الناس لا مارش. يا ربي يا ربي ما يقطع عليا حتى الصفار. غادي نديروا لا مارش وغادي نتمشاو وغنخرجوا ديك الطاقة السلبية كاملة. صافي حاسة براسي باغا نتمشى نتمشى. أصلا مزيان البنات تمشاو، ترا مزيان في المستقبل ديالكم، وتشوفوا بحال هاد الديور بحال هكا ما
باش تعرفي اختي بلي الناس راه غاديين بعيد حتى انت ما تبقايش في بلاصتك تنوضي تقراي تخدمي ديري بزاف د الحوايج مزيان اصلا منعنم يبدل ما يبقاش كيصغي في الدار صافي حيدو من الدار علاش كتبقاو في الدار ما فهمتش انا علاش بلادي ما كيبقى جالس في الدار انا غير لك كتخدمي ولا كتقراي كتجي كترتاحي ارتاحي شويه وخرجي تمشي ولا ديري العصال انا مزوقه البنات انا مزوقه راه بقينا كنا في الدار غادي ندبدبو غنولي كنا غلاض انا ما كنعيش في الغلاض ولكن كاين اللي غليظ وكيقدر يتمشى كيقدر يتحرك كاين اللي غليظ ما كيقدرش وكاين اللي رقيق عاوتاني وما كيتمشاش انا ما باغاكمش توصلوا داك لاطاب ديال انكم تبقاو جالسين غير في الدار مشاوش مزيان ما كتشموش الهواء دونك من الاحسن واحد الهواء نقي تتفكسوا على المستقبل قدامكم تفكروا مزيان باش تبدل الحوايج اللي ما نافعينكمش هادشي الزوين انكم تخرجوا راسكم تبقاو تسناو حتى شي واحد يخرج معاكم اولا تيجي فلان ولا فلانه ولا ماما ولا بابا راسك حتى على المهنايا تعولي على راسك صعيبه ولكن خصك ديريها كلشي حوايجي لابسين مزيان جبت لي زكوت نسيت قرعه الماء هادي ديما كانت كطرى لي حتى في لاصال ما عادش عيش كنسى الماء مي غادي نحاول نشريه دابا حقاش ما عادش عيش ديما كنسى الماء بصح ديما كنساه هو راه خصني ديما نشربو ديما نشربو البنات غادي نبارطاجي معكم الحوايج اللي شريت من جوطيا ما يمكنش هادشي هذا تكوني لقيتيه في جوطيا اي هادشي دابا اللي غادي نبارطاجي معكم لقيته في جوطيا لقى محسن ومحسن ومحسن غير هو بارفا كيكونوا يا اما صغارين عليا يا اما مضروبين يا اما مجروحين يا اما مقموشين كاين لابوت اللي كنلقاهم واعرين ودولوكس ولكن كيكونوا مقشرين اولا شي حاجه وما كرهتش نتوما في لي كومونتير تكتبوا لي دابا شنو هي احسن حاجه لقيتوها في جوطيا عاشو انا كنهضر معكم وكندير لكم هكا زعما فرحانه بالخواتم ديالي علي شوفوا لي البنات هنا قمشنا القط شوفوا لي البنات الخواتم او ماي جاد او ماي جاد اختي داكشي كيبان ذهب اش غادي نبدا معكم باول حاجه اللي هي هاد لا جوب هادي دينيم جوب ديال الجين كانوا خرجوا العام اللي فات بزاف كنت خديت وحده من شيئين كانت طويله صراحه واعره وبحال هادو حتى هما كيجيو زوينين هكا ما كتجيش طويله بزاف ما كتجيش قصيره لهاد لا سيزون الجين ديالها عجبني بزاف 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 لا طاي 42 دونك انا كنلبس 42 قيستها غير هو جهه الكريشه جاتني شي شويه مزيره بزاف انا لحقاش عندي كريشه نورمالمون انا راه زايده في لو بوا يعني ما خصنيش نكون في هذا الوزن هذا خصني نقص شويه ان شاء الله بحول الله غدا عندي لا سيونس ديال لاصال غادي نبدا لاصال ان شاء الله هذا الشهر هذا ستوري تايم حبست لاصال لحقاش كنت فتحت على هذيك الولسيسه اللي كانت عندي هنايا الطبيب قال لي خصك تحبسي لاصال ما ديريش كاع لاصال نهائيا ما كانش خاصني نتحرك بزاف المهم كانوا بزاف د الحوايج ما كانش خاصني نديرهم بالنسبه لهاد لا جوب هادي كنت شريتها قولوا بشي 30 درهم بحال هكا كتجي غزاله خصوصا فيها في ديك الفتحه القدام كتجي فنه 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 ان شاء الله دابا نديرو بها شي لبيسه ثاني حاجه البنات هي لقيت هاد لا جوب هادي جاتني شي شويه واسعه فوالا هي هادي كتجي بلا كارو فيها هاد الجوبه هادو من هنايا غير عجبتني لا كاليتي ديالها خصوصا من شت بحال هكا هي جوبا بازيك وهادشي كيعجبني في الحوايج الجوطيه اكثر يا اما كتلقاو شي حاجه مستيليه يا اما كتلقاو شي حاجه عاديه بازيك كتجيكم مع كلشي طيا اختي غير 30 درهم لا غلي على مسكين
وهذا الشيء اللي كيعجبني بجوطية هي انه اللي عنده غيشري اللي ما عندوش غيشري. اكثر يد البنات ما كيقدروش يشريو شي حاجه اللي كتكون غاليه، ولي حتى انا منهم يعني كنبغيو ناخذ واحد الحاجه بيوتجي قليله اون ميم طون غادي تاخذي شي حاجه اللي غادي تضرب لك بزاف، فهمتوا؟ انا قلت غادي تجيني مع هاد الصامبا هادي ديال اختي. ان شاء الله ما كرهتش ناخذ شي وحده قدي، غير انا ما كرهتش شي وحده تكون عندها السميله عاليه، لحقاش انا كيعجبوني اي حاجه لبسها في رجلي تكون شويه عاليه لحقاش انا قصيره. سو بحال هادو غادي يزيدوا يلصقوني في الارض. وغادي تجيني مع هاد لا جوب خطيره، جاكيطه ديال الجين اولا شي جاكيطه ديال الكوير ولا شي حاجه، وغادي تجي لبسه غزاله. لقيت حتى هاد السروال هذا، هذا ملي لبسته جاني شويه واسع فوالا كما كتشوفوا، ماشي جلد هذا، بعدا لا كولور ديالو هو بلو نوي ماشي نوار، غيبان لكم مزيان. بالنسبه للاطاي فيه 38 وجا قدي، عشو بيه لي لاطاي ديالي واعره ولا غلطه. غادي خذوها قاعده، ما تبقاوش تشريو واحد الحاجه منها بزاف لحقاش هي لامود ديك الوقيته، راه الحاجه اللي كتكون لامود كتكون هي في واحد الوقيته ومن بعد ما كتبقاش. شريتو ب 50 درهم صراحه واعر، لا كاليتي ديالو عجباتني، ما طايبش من هنايا بزاف شويه. ودابا البنات غادي نبارطاجي معكم السكن اللي شريت، لقيت سكن واعرين فنين كيحمقوا في اللبسه. هادو كاملين دابا اللي غادي نوريكم كلهم تصيف تقريبا. دونك البنات اول ساك غادي نبداو به اللي هو هذا، اقتنعتش به بزاف، حسيت به ديال الخريف اولا د الربيع، ما عرفتش مازال حيره، قولوا في لي كومونتير كيفاش جاكم. فوالا هو هذا، ريحته شي شويه بحال فيه ريحه الغموليه، خصني نغسلو غير بحال دوك ديال الهنود. هاد الساك اللي غادي نوريكم انا متاكده اي وحده شافته غادي يعجبها هو هذا. شوفوا لي البنات لا كاليتي ديالو، هادو دايرين بحال ديال القصب، هادو هما اللي خارجين دابا طوندونس في السكان ديال الكوتشي، صراحه كيجيو زوينين في اللبسه، كيجيو كيحمقوا، عجبوني لي ديتاي ديالو، لا كولور ديالو فنه ديال الصيف. بحال دابا هكا نمشي نتصور به في البحر اولا في شي طبيعه ولا شي حاجه، وندير فيه مثلا هنا الورد يكون خارج غادي يجيني زوين بزاف. هاد الساك حسيت به ديال تكوني دايره شي بيكنيك في البحر، تكوني مشيتي قصتي في البحر بحال هكا بالعشيه، اولا الا ديتيه كتي بالنهار مبحره وتديه تصوري به مع شي كسيوه ولا شي انصامبل هكا يكون طوب قصير مع شي جوب ولا شي شورت، غادي يجي واعر في اللبسه. كنت شحال حمقني انا هاد الساك، عزازين عليا خصوصا في الوقيته ديال الصيف ملي كنكون مسافره، راكم عارفين ديما كنشري الحوايج باش نسافر، اكثريه بحال اي بنت مغربيه ملي كنكونوا غاديين مسافرين كنبقاو نشريو 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 مجوطيه من جديد. اختي كتمشي تعيشي دوك اللحظات اللي صراحه ملي كتبغي تكوني مسافره ضروري كتبغي تلبسي شي حاجه جديده شي حاجه زوينه. دونك ماما شريت لي هاد الساك هذا صراحه غزال، وانا متحمسه باش انني نهزو في الصيف. شوفوا لي البنات لا كاليتي ديالو شحال فنه وكبير من الداخل، عجبني صراحه غزال غزال غزال. شوفوا بحال هكا داير، هذا ماشي ديال هاد الوقيته، هذا ديال الصيف، يجي مع شي كسيوه اولا شي اونصامبل هكا تكون زوينه. الا دخلت ما لقيت مع من لبسو ولا ما عرفتش مع من نهزو، غادي نشوف بينتريست غادي تعاونني. صراحه اللي عجبني في الساك هو انه ما قديمش، يعني كيبان بحال شاريه جديد، بحال دوك ديال شيئين ديال شيئين هكا كيوصلوا كيوصلوا حتى هما مكمشين، ما حسيتش كاع باللي راه فرق ما بين جوطيه اولا جديد. هذا غادي يبان لكم شي شويه مكمش بحال هكا غادي يولي مزيان. هذا البنات غادي يبان لكم بحال هكا، ما خصو يتحدد ويتصبن باش يولي هو هذاك، راه مازال جديد كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الليبه هنايا دا ديال شي مدرسه، دونك غادي ندير له هنايا الطف ديال الجين، غادي ندير له واحد الستيل عندي في راسي معين هو اللي باغا ندير له هنايا. ان شاء الله الا كنتو انتريسي وبغيتوني ندير لكم فيديو ملي نكون غادي نقادو قولوها ليا في لي كومونتير، انا راكم عارفين عزيز عليا هاد لي زاستوس، دونك نقادوه ونشوفوه ديك الساعه كي غادي يجي. المهم راه واخا يبان لكم هكا ما خصو يتصبن ويتحدد، درت له داك الطرف ديال الجين من هنايا والله حتى غيجي واعر، ثقوا فيا وثقوا في الافكار والقدرات ديالي. لقيت هاد الساك هذا، شوفوا لي البنات الساك اللي لقيت في الجوطيه شحال كيجي كيحمق صراحه، غزال 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 بحالهم كاينين في شيئين البنات والله العظيم. شوفوا وكبير من الداخل، فيه واحد الجويب من هنا، حتى هو نفس الشيء ديال البحر بحال هكا مع شي كسيوه، شي كسيوه فيها الوريضات ولا شي حاجه، ولا شي كسيوه تكون في البيض. المهم اكثر نفسه كيعجبني البيض لحقاش ملي كتبرونزا وكتلبسوا البيض ولا كتلبسوا دوك الوان مفتوحه كيجيو زوينين صراحه. اخر ساك حتى هو بحال هذا الشكل هذا ديال الصيف، بحر لا بيسين وداك الشيء كان، المهم اون جينيرال ديال السامر. راه قبل ما غادي نوريه لكم انا عرفتوه، عرفتو هذا الساك اللي هو هذا، شوفوا ليا كي داير غزال وكبير. هذا الصراحه ديال الصيف وديال كلشي، شوفوا بعدا الشوجه اللي فيه كتحمق،
شوفوا شتو ماما شنو كتعزل لي. ماما كتعزل لي الهمو الصراحه، كتجيب لي داكشي زويون فوالا كما كتشوفوا. هذا الصاك بحال هكا ديال البحر ديال الصيف فوالا، تكوني هكا خارجه ولا جايه من البحر ولا يلاه داك النهار الاولاني اللي كتكوني تحطيتي في وسط شي مدينه وباللي خارجين تقداو وخارجين نجيبو داكشي للدار، يلاه كتقلبوا على الماكله. وهذا هذا الصاك هذا هو اللي غادي ينفعك، فعوض ما غادي تقيها الزلميكات هذا حسن، هذا غادي يهز لك. عاد تخيلوا انا كنهضر معكم دابا على الصيف، توحشت الصيف صراحه. الصيف هو اكثر 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 فصل كنعيش فيه داكشي اللي انا باغا، كنسافر كنكتشف بلايص زوينين، كنخرج كنمشي هنا نمشي هنا. صراحه هادشي اللي زوين انكم تستغلوا اي فرصه، ما تضيعوش الفرص. اي فوالا، وهذا الصاك غزال حمقني، وانا دابا حاليا كنتسنى غير الصيف يجي باش نهز هاد السكن كامل اللي وريتكم. عرفتوا انا فرحانه وحق الله، عجبوني بزاف فني. اي فوالا البنات، كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه وانا بارطاجيت معكم هاد الشيء هذا يكون عجبكم. ما تبقاوش اختي جالسين مكزانين في الدار، خرجوا تساروا وقلبوا وراه غتلقاو. الصراحه الجوطيه فيها بزاف د الحوايج زوينين. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف لحقاش وصلتوا حتى لهنا ومازالين كتفرجوا فيا. اي لوف يو جيرلز، كنتمنى ان شاء الله اي حاجه تكونوا كتمنوا في خاطركم تحقق ليكم، وكنحمق عليكم وكنموت عليكم. خليو لي لي كومونتير زوينين بحالكم نقراهم. باي.